مصر النهاردة بنحلم لبكرة. أهلا وسهلا بحضرتكم. بكمل مع الفنان والمثقف والكاتب. لا 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 كاتب دي كتير. لا ده كاتب جدا. لا 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 معلش ما شغلانتي برضو. ف حوارك مع الأستاذ عبدالله كمال فروز اليوسف كان بيقدم رؤية تبدو متكاملة لحكومة كاملة لتغيير مصر أو للمساعدة في النهوض. أنت شايف أن إحنا محتاجين حكومة أخرى؟ لا لا بالعكس. أنا أقول لك حاجة، يعني الحكومة اللي موجودة دي من أحسن الحكومات اللي أنا كنت فيها، يعني عشان نبقى واضحين. يعني اولا فيها ابتكار وفيها رؤيه وفيها 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 فعل، يعني في شغل. بس انت عارف ان الناس مش شايفه ده، يعني الناس مش حاسه بده وما بيرضى. يعني انا اقول لك هو عدم الاحساس بيه، طبعا هم عندهم حق ما يحسوش، لان في اشياء كثيره جدا بتتغلب عن على مسائل. اصله في النهايه دي الدوله وال بامكانياتها، وفي امكانيات اللي هي بتحاول انها تتعامل مع الدولة بإمكانياتها. مفيش شك انها دولتنا كبيرة، انت عندك 1,000,000 كيلومتر مربع، عندك فوق 80 مليون بشر، منهم شباب قد ايه ومنهم يعني اميين قد ايه ومنهم ومنهم، يعني دي ده برضو معضلة كبيرة. تنساش ان في كل سنة بيجي لك انت بتضاف اليك دولة، مليون مليون ونص طفل بيجوا، يعني اللحاق بالموضوع ده برضو صعب. انما وانا بتكلم انا بتكلم احلام، يعني خلي بالك، يعني اذا كنتش هتحلم فانت مش هتعرف تشوف. بس احلام قد ايه ونفذ قد ايه؟ يعني الحكومه دي موجوده بقالها سنوات، وفي حكومات، وحضرتك قعدت في حكومات كتيره متعدده، يعني من اقدم وزرائنا. احلم سنه اتنين خمسه وحقق في خمسه أو في 10. لماذا يبدو دائما لدينا حلم وليس لدينا واقع؟ طب أنا رايح أقول للمشاهدين إن أنت خليت بالعهد وقلت إن أنت كنت لا أنا ما بناقشكش دلوقتي كحكومة. لا أهو أنا بتكلم عن الحلم بتاع حضرتك. أنت قلت لي حلمي، فأنا بناقشك بقول لك حلم ممكن أقعد 5 سنين بس أنفذ 5 سنين، وأنت بتحلم بصورة واسعة مش كوزير. إحنا متفقين، أنا قلت لك رئيس وزارة كمان مش وزير. لا لا يا راجل، هذا الحلم الواسع ده ليه ما بيتنفس؟ ليه طالما شايفه الحلم بيبقى صعب لما بيبقالوش ملامح ولا عارف امسك خيوطه؟ اذا كنت محدده الى هذا الحد، اذا كنت انا بحلم فغيري ايضا بيحلم، وفي اولويات، واخد بال حضرتك؟ نعم. الاولويات لصاحب القرار، ادارة المجتمع، ان 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 في اولويات لازم تنفذ الان. ممكن انا احلامي مش اولوياتها دلوقتي، لكن انا بحلم ومش هبطل حلم، وبفضل اقول طول الوقت انا من وجهة نظري اللي انا قلته في روز اليوسف ده حقيقة وحق ورؤيتي، وطرحتها اكثر من مرة يعني في الحكومة، لكن في كذا حكومة مش في حكومة واحدة على فكرة. فبقولها يمكن حلمي ده ما غير قابل للتحقيق، احتمال يعني من وجهة نظر الدولة. بس من وجهة نظرك ان احنا محتاجين الحلم ده دلوقتي بقى. الحلم هو صانع الدول. نعم. الحلم ده بيصنع اي شيء، يصنع الدول. وبالتالي يعني هو انا لما جيت في وزارتي قعدت احلم بوسع، يعني ودي مسألة خلتني أحاول أن أحقق الحلم ده تطبيقيا. يعني عجبك أحلام؟ ما تودينيش تاني للحكومة والوزارة. عجبك أحلام الحكومة دي؟ بعيد عن الوزارة. خلاص أنا راضي بهذه الإجابة. حضرتك اتكلمت عن الكانتونات، عن الكومباوند، شفت أن ده خطر على هذا المجتمع، وكانت من ملامح الخلل اللي حصلت في المجتمع. ما هو الضفة التانية إيه؟ العشوائيات. بالظبط. يعني انت الكومباوند بقى فيه عشوائيه. نعم. حتى العمارات اللي موجوده في المدينه عمارات عشوائيات، بس بيسكنها الاغنياء. نعم. لانها يعني عماره ليست جميله، مش عايز اقول قبيحه ولكنها ليست جميله. العماره ام الفنون. عشان تعمل عماره انت بتحط بصمات مدينه. هذه البصمات المدينة اللي تبقى معها يعني عشرات بل مئات السنين عشان توريك حياة جميلة جدا.
ده انت ما تخش كده في القاهرة التاريخية شوف القصور والبيوت القديمة جمالها شكله ايه، لان كان بيتفنن في الوقت ده من 1000 سنة ومن 900 سنة ومن 700 سنة. خش البيوت شوف شكلها ازاي وعشل دلوقتي، برغم ما كانش فيه اسمنت ولا كلام من ده. فانا عايز اقول انه الناس ابتدت يعني حبهم يخرجوا من المدينة الى كومباوند، والكومباوند ده عبارة عن فيلات، وبالرغم ان الكومباوند نفسه معزول عن المجتمع العام، كل فيلا جوه معزولة عن باقي الفيلات، زرع اعلى وما تتكشفش وما تبانشه وبيكلموش بعض وبيكلموش لبعض، خدت بالك ازاي؟ فانت بعد المجتمع اللي كان نسيج متكامل، برضو قلت للأستاذ عبد الله انك العمارة لوحدها كان فيها كل طبقات المجتمع، وينزلوا على السلم او في الاسانسير سوا، يصبحوا على بعض ويعملوا بقى لهم واحد، الفكهاني بتاعهم واحد، يبقوا ماشيين في الشارع سوا بيقلدوا بعض، والموضة بتيجي بتسري على الجميع. النهاردة شوف الشارع شكله ايه والموضة فيه شكلها ازاي، وشوف العالم المنعزل اللي هو موجود لا تراه الا في العربيات او في النوادي. وده بيقول يعني ان المجتمع ده ماشي لوحده، يعني في النهايه لما حضرتك مثقف كده بتبص على المشهد، هو في غائب سايب العشوائيه تنمو، وشايف الطبقه تكون طبقي في مصر ينمو في سكه تانية، وشايف هذا الانعزال، وشايف الخطر، واحاطت القاهره بلغم من العشوائيه اللي في ثانيه ممكن الدنيا تبقى مختلفه. مين الغائب هنا ومين اللي حاضر؟ الحاضر طبعا عشوائية التصرف. وما في شك ان المحليات هي الاساس، هي الغائب، بل الحاضر، الحاضر الموجه للخطأ، يعني حاضر مش سلبي، لا ايجابي، ايجابي وتوجيه خطأ. تعرف النهاردة في العشوائيات بيحصل ايه؟ حد بيجي، يعني ده ناس كتير حكولي، هيبني بيته وغلط، ما مالوش الحق ان يبني لان مش هياخد رخصة. فاول ما يجيب الراجل اللي هو النجار المسلح، يجيب له الخشب والمسائل دي وحيبني، النجار المسلح هو اللي يروح لمهندس الحي يقول له انا ببني بيت في الحتة الفلانية، ليه؟ تعالى عشان يجي هو ياخد فلوس من الراجل، لان لو ده اكتشف هيجي ياخد العده بتاعت الراجل ده، فالراجل بيحمي نفسه انه يروح يقول للايه المهندس. وخد على كده بقى بيتبني البيت في ايام. هنا على الهواء وعارف هذا الكلام، وعارف ان الراجل بيروح والراجل بياخد الفلوس وبيسمح بالمخالفه وبيوصله الكهرباء غلط، وبعدين الناس تشتكي وتطلع تتظاهر او تولع في نفسها، وهو كله غلط في غلط، وانا شايف الصوره بس سايبها لحد النقطه الاخيره. هنا المساله اكبر من بتاع المحليات. مين اللي سايبها توصل؟ حوصل للمحافظ وبعدين برضه دخلني تاني. لا انا ما بكلمش حضرتك وزير نهائي. طيب انا ده مثقف، ده صاحب رؤيه، حضرتك طرحت رؤيه انا بناقشك فيها. طب ما انا خرجت من مين اللي شايف ده وسايبه؟ مين اللي ليه مصلحه في صناعه العشوائيه لحد ما تكبر وتتبني وتبقى عندي ازمه ناس دفعت فلوس تانيه في غياب كامل، رغم ان ماسكها من اول الخيط لاخره؟ هو ده اللي انا مش قادر افهمه، او الناس مش قادره تفهمه. ما هو ازمه زمن، زمن ده كل الموجودين فيه كلهم فعلا يعني عدي، يا عم ده فقير، يا عم ده غلبان، يا عم ده مش لاقي، ده خليه كذا. التواكل، زمن التواكل والتواطؤ كمان، والتواطؤ والتواطؤ. علشان اخرج من الملف ده بقى، شايف اللي حصل في تونس ازاي كمثقف وفنان؟ طبعا شوف، انا اقول لحضرتك، هو زين العابدين بن علي كان يعني عامل حاله ايه، حصار شديد جدا، حصار اجتماعي، وده اخطر شيء. الراجل ده يعني بنى تونس بناء رائع، شوارع ومباني وفنادق وعمل نهضة تعليمية عالية، عمل نهضة عالية، لكنه كان خانق المجتمع بأشياء كثيرة، يعني لم يسمح لأحد أن يتكلم أو يقول رأي أو يعبر عن
جوانياته أو يعني حرية تعبيره عن حياته وعن مجتمعه. ودي كانت أهم حاجة يعني الإنسان نهار ما ينفجر هو بينفجر لأنه يعني ضغط تماما. فأنا شايف أنه دي الضغطة اللي كانت العنيفة اللي كانت أساسا منع حرية التعبير، منع حرية التصرف في أي شيء، ده اللي هو خلى فعلا الانفجار الكبير. لأن ده مجتمع مثقف، نعم، يعني مجتمع تونس مجتمع مجتمعات الأممية فيها أكتر بتبقى أكثر أمانا، مش كده؟ أحيانا التعليم بيبقى مضر إزاي؟ بيبقى مضر طبعا. أعتقد أن اللي حصل في تونس هيعمل حراك في العالم العربي شوية. أكيد أكيد. شوف الحزبة لازم تبقى دي مرآة، نعم. تونس دي مرآة، نعم. إحنا بنبص فيها حصل إيه، ولازم ندركه، يعني ندركه تماما ونحاول ان احنا يعني اذا كان عندنا اي شيء في المرآة دي عايز يستعدل يستعدل. ليه ما نستفدش؟ لا استفادة لازم، فيش حاجة. الشعوب اللي هتستفيد من ده، الشعوب والحكام والانظمة وكل حاجة. مش قلقان ان البعض يستغلها فزاعة ونشوف تصرفات صغار او حالات ابتزاز تبدو في مناطق صغيرة بلدان أكبر من الابتزاز ده؟ طبعا ممكن، ممكن كل شيء وارد طبعا. كل شيء وارد. هو في نقطة أنا أقولها لك، المجتمع يعني في أصل المجتمعات بتختلف من طبيعتها. يعني أنت تشوف المجتمع لو جينا كده للعالم العربي هتجد مجتمع عنيف بالطبيعة، مجتمع مسالم بالطبيعة، مجتمع يعني غير مكترس بالطبيعة، مجتمع بيطالب بحقوقه بالطبيعة، يعني بظروف حياته وظروف أيضا تاريخه. نعم. ولذلك يعني ما تقدرش تقول إن ما ينطبق على المجتمع ده ينطبق تماما على المجتمع ده، صدقني. ده بسيطة أقول لك، شوف الإسكندرانية والقاهريين والضميطة والضبهرة والصعايدة، ثقافات مختلفة، خدت بالك؟ طبعًا. كل واحد عنده التمبر ظروفه اللي هو يعني الرياكشن بتاعه بتعرفه من حتته مش من حتة اللي انت بتحكم بيها. طيب ممكن ناخد نفس، خد، ونروح للإبداع. خد نشوفك كنت بتستعد لمعرضك وانت بتشتغل في صومعتك الجميلة ونرجع تاني.